بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبنائي الطلاب أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في درس جديد من دروس اللغة العربية وأهلا وسهلا بكم في القناة التعليمية لمدرستكم مدرسة التميز النموذجية تميز عشرون عاما من التميز غرام التميز القيمة حفظ اللسان الشعار أمسك عليك لسانك الدعاء باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حياكم الله اعزائي الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا حصتنا لهذا اليوم اذا ابناء الطلاب لا زلنا في درس انشوده الوطن وسنستهدف اليوم الحصيله اللغويه والتذوق الفني. قبل أن نتناقش بالحصيلة اللغوية والتذوق الفني، أبناء الطلاب، ألقي على مسامعكم النص الشعري إلقاءً شعريًا فاستمعوا جيدًا. باء القراءة، أقرأ النص الآتي قراءةً صحيحةً معبرةً مراعيًا مهارات القراءة الجهرية. "منذ الطفولة والهوى وقاد، ومشاعري في حبها تزداد". ونما هواها في فؤادي مثلما تنمو على اغصانها الاوراد امسي واصبح والكويت بخاطري انشوده يحلو بها الانشاد ان الكويت لجنه نحيا بها في ارضها لا تولد الاحقاد كل الطوائف في ذراها اخوه قد ضمهم عهد مضى ووداد تبقى الكويت لهم على طول المدى اما ومن في ارضها اولاد تاريخها نور يسطر قصه ابطالها الاباء والاجداد برا وبحرا شيدوا لنجاحهم سبلا بها للطامحين رشاد والحق أن نمضي على نبراسهم فبهديهم عز الكويت يشادوا والحق أن نمضي على نبراسهم فبهديهم عز الكويت يشادوا الحصيلة اللغوية المعيار اثنين ثلاثة واحد والفروع التي سنتناقش بها في الحصيلة اللغوية الترادف والضد والجمع والتصريف واحد أتحاور مع زملائي حول المفردات الآتية الواردة في النص السابق ثم أكمل ما يأتي ألف مترادف كل مما يلي الكلمة شيدوا ما هو مترادف شيدوا مترادف أي معنى ما معنى شيدوا إذا شيدوا مترادفها بنوا رشاد ما مرادف ومعنى كلمة رشاد رشاد مرادفها صواب أوظف كلمة مما سبق في جملة مفيدة أختار إحدى هاتين الكلمتين وأوظفها في جملة مفيدة من إنشائي فأقول: الأجداد شيدوا مجدا عظيما للكويت. باء ضد ما يلي: الكلمة وداد، أريد أن أتوصل لضدها. ضد كلمة وداد كره. إذا عزيزي الطالب، ضد كلمة وداد كره جيم جمع ما يلي الكلمة كلمة فؤاد، أريد أن أجمع كلمة فؤاد، كلمة فؤاد بصيغة المفرد، ما جمعها أبناء الطلاب؟ جمع كلمة فؤاد أفئدة ثانيا أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة شعر في كل فراغ مما يأتي. أصرف كلمة شعرة أعزائي الطلاب لكلمات مناسبة تناسب فراغات هذه الجمل، ألف, ألف فراغ قصيدة معبرة، أريد أن نضع في هذا الفراغ اسم مناسب من تصريفات كلمة شعرة فأقول: ألف الشاعر قصيدة معبرة، باء، ما أروع فراغ الأم تجاه أبنائها. نريد أن نملأ فراغ هذه الجملة باسم مناسب من تصريفات كلمة شعر أيضا، فأقول: ما أروع شعور الأم تجاه أبنائها، جيم، صمم الفريق فراغ. خاصا به أيضا نملأ هذا الفراغ باسم مناسب من تصريفات كلمة شعارة فأقول صمم الفريق شعارا خاصا به أنتقل بكم أبناء الطلاب إلى التذوق الفني والمعيار 2 3 2 والمهارة المستهدفة التعبير الأجمل واحد اكتب بيتا جميلا اعجبني من النص نختار ابناء الطلاب اي بيت اعجبنا ونكتبه في هذا الفراغ فاقول ان الكويت لجنه نحيا بها في ارضها لا تولد الاحقاد ثانيا اضع علامه صح امام التعبير الاجمل مما يلي مع بيان السبب لدي التعبير ألف والتعبير باء نرى أي التعبيرين أجمل نضع أمامه علامة صح ونبين السبب لماذا اخترنا هذا التعبير على أنه التعبير الأجمل ألف تبقى الكويت وطنا لأبنائها باء تبقى الكويت أما لأبنائها أي التعبيرين أجمل أعزائي الطلاب إذن التعبير الأجمل هو التعبير باء تبقى الكويت اما لابنائها ما السبب نبين السبب الان شبه الكويت بالام في الحنان والعطف ا تاريخها نور يسطر قصه ب تاريخها مليء بالامجاد أي التعبيرين أجمل؟ التعبير ألف أم التعبير باء؟ التعبير ألف هو الأجمل تاريخها نور يسطر قصة والسبب شبه تاريخ الكويت بالنور الذي يضيء الطريق إلى هنا أبناء الطلاب وصلنا إلى ختام حصتنا لهذا اليوم أتمنى لكم دوام التوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته